مشاهدينا الرحب فيكم ومتواصلين معاكم لليوم السادس على التوالي في تغطية منافسات بطولة الكويت التاسعة للتنس. بنجاح كبير اختتمت بطولة الكويت الدولية التاسعة للتنس تحت 18 سنة والتي أقيمت على ملاعب نادي اليرموك الرياضي تحت مظلة الاتحاد الدولي وتحت رعاية الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس. وقد حسمت النهائيات لهذا اليوم بأجواء حماسية ومنافسة صعبة بين اللاعبين اللبناني تميم حلاق واللاعب النرويجي كار أدريان بتغلب اللاعب النرويجي بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 6-2. وقام بتتويج اللاعبين السيد عبد الصمد العريان نائب رئيس الاتحاد الكويتي للتنس. وفي اليوم نفسه انطلقت بطولة الكويت الدولية العاشرة بأربع مباريات تنافسية تغلى فيها اللاعب التركي كيم أوسكان واللاعب شينغ وينغ من هونغ كونغ واللاعبين سارانغ وذكران من الهند. طبعا هو المستوى بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء المستوى طبعا هذا دولي لان هذول مصنفين دوليا وعالميا وفي بعضهم مو مصنفين فعشان ياخذون بوينتس يعني يحصلون نقاط وذي وغير الشغلات هذه. كمستوى حاليا ممتاز لان هذول جونيور يعني صغار كبالنسبه حق شباب وشابات صغار فكمستوى عالمي يعني ما اقدر نقول ان هذا مستوى محلي لان عالمي فمصنفين عالميين يعني. أستاذ محسن بما أنك أحد محبي لعبة التنس هل مارستها أو شلون بدأت الموضوع من أول أنك تتابع اللعيبة وتي وتعنى وتصور كل لاعب بروحه وتحاول تصيد اللقطة الحلوة؟ أنا لاعب تنس وكنت أمثل نادي البحري الدرجة أولى وبنفس الوقت بعد ما كبرنا طبعا صرت حكم تنس وحكمت بالاتحاد الكويت التنس وحكمنا برا الكويت فالحين ما زلت ألعب على سني بس ألعب ليه الحين الحمد لله يعني أحب التصوير فهوايتي تدري المصور اللي صار لاعب يختلف عن المصور العادي تيبا من برا فيعرف اللقطات شون يصيدها عنده مثل يعني حس متى ممكن اللقطة هذه تكون حلوة أو ممكن اللقطة هذه ممكن تخلي اللاعب شكله مضبوط طبعا لأن التنس مو مثل أي لعبة التنس بوز يعني الحركة لازم يضبطها ولا تكون سريعة السرعة هذه ضرورية حق مو أي مصور يقدر ياخذها لأن في وقت معين الكرة تطق المضرب لازم تكون السرعة موجودة والنهاردة كان النهائي سيدات الصبحية الساعة 9 وكانت بين اللاعبة الألمانية وبين اللاعبة السويدية وانتهت لصالح السويدية 6-2 6-4 نتيجة أن البنت الألمانية كانت عندها شد عضلي جامد إجهادي لأن امبارح كانت بتلعب سيمي فاينل في الدبل وده أدى أن هي أوفرلود على العضلات بتاعتها على العضلة الرباعية بالذات فنزلنا تعاملنا معاها وهي طلبتنا في السكند سيت في نهاية المباراة وكانت يعني مش قادرة تكمل ولكن تحملت على نفسها وكملت وخسرت في هذه المباراة دي بالنسبة للنهائي بتاع النهاردة لكن بالنسبة للقبل كده كان في برضك عندي لاعب فؤاد بهبهاني قالوا في عضلة السمنة برضك شد عضلي جامد واضطرينا ان احنا نوقف له العلاج وما يكملش لعدم تفاقم الإصابة
طبعا هو دلوقتي تحت العلاج على امل ان هو يشارك في الاسبوع اللي هيبدا بعد باكر، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. الاصابه الثالثه كانت انسحاب البنت نور تحت اللي هي اللبنانيه، وكانت اصلا هي قبل ما تيجي اصيبت هناك في لبنان، وجات يعني تحملت على نفسها وجات عشان تحضر هذه البطوله، ولكنها مع التدريب ومع العلاج وشاركت، ولكنها ما قدرتش ان هي تواصل البطوله نتيجه برضك الشعور بالالم، فنصح لها بالراحه مع العلاج وهوم بروجرام تعمله بعد الرجوع للبنان، وفعلا مش هتقدر ما قدرتش تكمل تشارك معانا في البطوله اللي هتعقد بعد باكر. دي بالنسبة لأهم الإصابات اللي حصلت، فيما عدا ذلك إصابات خفيفة في الكتف، إصابات خفيفة في التنس إلبو، إصابات خفيفة في الريست، لكن ما تستدعاش الإيقاف إلا في حالة واحدة بس، جاي حاجة اسمها سبايرال فراكتشر أو فيشر فراكتشر في الصباع الصغير لليد، وده حول إلى المستشفى وتعمل له إكس راي واتحط في الجبس لمدة أسبوعين، وبعد كده نعمل له بروجرام علاج طبيعي. ده بالنسبة للإصابات اللي هي جت في هذه البطولة، ونأمل أن الإصابات تخف في الأسبوع القادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الحمد لله رب العالمين على النجاح اللي حققت البطولة بجهود الإدارة والحكام وجميع الطاقم، ولله الحمد. وأشكر الاتحاد الكويتي على ثقته فيني واستضافته لي ولتنظيم أو لتحكيم البطولة. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الحمد لله رب العالمين على النجاح اللي حققت البطولة بجهود الإدارة والحكام وجميع الطاقم، ولله الحمد. وأشكر الاتحاد الكويتي على ثقته فيني واستضافته لي ولتنظيم أو لتحكيم البطولة. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للبطولة ارتقت بمستوى جدا ممتاز ولله الحمد، من ناحية اللاعبين، مستوى اللاعبين، من ناحية مستوى الحكام، ولله الحمد. الأمور مشت كما تشتهي السفن مثل ما يقولون. الحمد لله رب العالمين. زين كابتن احمد، شنو اقرب بطوله لك في القادمه للتحكيم ان شاء الله؟ في عندي بطوله البحرين الثامنه للناشئين الاسبوع القادم ان شاء الله، ومن ثم عندي بطوله ثانيه في الكويت فيوتشر، وعندي جدول طويل ان شاء الله السنه الجايه بيكون في تحكيم بطوله استراليا وبطولات ثانيه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء يعطيكم العافيه. بالنسبه حق مباراه النهائيه الحمد لله كانت مباراه ممتازه، كان الطرف الفائز من دوله النرويج والطرف الثاني المركز الثاني من دوله لبنان. كان مستويات من بدايه البطوله مستويات عاليه من اللاعبين لما وصلوا مباراه النهائيه، والحمد لله قدموا مباراه حلوه جدا على التلفزيون. وبالنسبه حق التحكيم الحمد لله توفقنا انا واخواني الحكام اللي معي على الخط، والحمد لله على كل حال. كابتن عبد الله، بالنسبه حق البطوله بشكل عام اغلب الحالات، يعني هل كان في حالات صعبه شويه ولا خلاص تعودتوا على الحالات تكرر بكل بطوله؟ اول شيء بالنسبه حق البطوله، هاي بطوله جونيور للاعبين اللي يشاركون فيها من 18 اعمارهم 18 ونازل. بالعكس كانوا متعاونين معنا، الحكم العام استاذ احمد الحواج متعاون معنا لابعد الحدود، وما في حالات صعبه لان الحمد لله اللاعبين للحين يعني للحين مراحل يعني ما طافوا 18 وكانوا متعاونين ويانا لابعد الحدود. هل في ممكن لاعب يعني انت تعطينا حاله او تعطي القانون معي ممكن يعاند فيها، او انه شايف انه لا هو 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 الصح في مش بالبطوله هذه، اي بطوله ممكن تكون؟ طبعا صارت بهالبطوله، صارت بطولات ثانيه ان تعطي اللاعب قرار يعارض ويعترض، بس ميزه التنس عندنا ان في قرارات تعطيه خلاص ما يقدر يتحكى بعدها. فأي شيء كان الحكم العام متعاون معانا واللاعبين اول ما يتكلم عطى القرار يسكت، ويعني وما يقدر يتكلم لان اذا تكلم راح تعطيه قرار ثاني يضره بالنتيجه ويضره باللعب. بالنسبه لاسلوب الحكم مع اللاعب في اعطاء القرارات، هل ممكن يكون شوي يكون في اسلوب يوصل المعلومه الصحيحه للاعب، او انه خلاص هذا قرار انت لازم تسمع القرار وخلاص هذا هو نهايته؟ هو الحكم لما يعطي القرار حق اللاعب لا شلون يوصلها بطريقه ان اللاعب يتقبل منه، ما يوصلها بطريقه ان كنا امر عليه ولا اي يعني خلاص روح كمل وانتهى الموضوع، لا يوصلها بطريقه ان اللاعب يتقبل منه، حتى لو اللاعب ما عجبه الكلام ولا هذا يعني عادي، حتى لو تباشر بابتسامه ولا عادي يعني تقبل من اللاعب ما يخالف، بس اللاعب يعني اما اذا ما في خروج عن الروح الرياضيه او اخلاق او غلط بالكلام لا بالعكس اسمع منه عادي مو مشكله. طب بالنسبه لحكم الكرسي، هل مطلوب منه انه يشرح كل خطا مثلا يطلب منه اللاعب، ولا انه خلاص الخطا هذا او مطالب عليه قانونيا انه يشرح ليش صار الخطا هذا، ليش احتسبت الخطا هذا عليك؟ اي في حالات اذا كان في خطا مثلا بالقانون تضطر انك تشرح حق اللاعب، بس اما اذا خطا كره داخل كره برا هذا لا خطا اجتهادي ما له حق يناقشك فيه، اما حالات بالقانون هذا تقدر تشرح له اذا اعطيته قرار ولا شيء مثل سوى شغله غلط ولا هذا طق الكره برا الملعب، هذه حالات بالقانون تقدر تشرح له وتقول له ليش اعطيته القرار هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بمشاهدي تلفزيون الكويت. طبعا هذه البطوله هي البطوله التاسعه والحمد لله عندنا من الخبره الكافيه في اداره مثل هذه البطولات، سواء كانت على مستوى الناشئين او على حتى مستوى المحترفين. البطوله مشت وفق الخطه والحمد لله، يعني احنا كنا مخططين البطوله تنتهي بمباراه الفرد اليوم، والحمد لله يعني مباراه اليوم الفردي كانت مباراه بالفعل ممتعه. اللاعب النرويجي ادريان بالفعل فرض سيطرته على المباراه ويستحق بالفعل لقب هذه البطوله. اليوم نشوف يعني ما شاء الله كميه كبيره من الاجانب شاركوا بالفعل، يعني واحد من الشباب الأجانب اللي شاركوا وخذوا البطولة معنا غير متوقع، شلون تشوف مستوى اللعيبة العرب هالبطولة الكويتيين سواء أو الخليجية أو العرب بشكل عام؟ الحمد لله يعني إحنا كلاعبين عرب عندنا بصمات موجودة، عندنا اللاعب السعودي عبد العزيز البايوك حصل على المركز الثاني في الزوجي، وعندنا اللاعب اللبناني تميم الحلاق تمكن قبل شوي من الفوز بالمركز الثاني في المسابقات الفردي. بشكل عام يعني البطولات هذه ما هي مقتصرة مثلا على اللاعبين الأجانب، كل لاعب في النهاية يثبت وجوده في الملعب يستحق الفوز، والحمد لله يعني اليوم أو في البطولة هذه احنا كان عندنا أيضا آمالنا كانت على اللاعب فؤاد بهبهاني أنه يحقق نتيجة طيبة، وصل لدور الثمانية لكن طبعا انسحب من وسط المباراة نتيجة الإصابة. أبو بشار، البطولة العاشرة راح تنطلق إن شاء الله خلال الفترة الجاية، هل انتهى التنظيم منها؟ جهزت كل شيء لها؟ أو في ناطرين مثلا ممكن لعيبة يسجلون أو في شغلات معينة منتظرينها؟
طبعا احنا اليوم عندنا تداخل بين البطولتين، اليوم هو ختام البطولة التاسعة وبنفس الوقت هو بداية مباراة التصفيات للبطولة العاشرة، مباريات ان شاء الله او انطلقت الساعة 3 اليوم، ومباريات المين درو والجدول الرئيسي راح تكون اعتبارا من يوم الاثنين. اتوقع هو المستوى الفني تقريبا مقارب لهذه البطولة. والله اليوم مباراتنا هي كانت صعبة، حاولت العب بس ما بعرف يعني هو كان احسن مني وانا ما لعبت منيح، ما لعب مش كان لعبه يعني، بس يلا ان شاء الله البطوله الثانيه ما نعوض. كابتن تميم تشوف ان يعني المباريات اغلبها ممكن تجي في الحظ ولا توفيق او في تكنيك معين ما مشى معاك او الخطه اللي حاطها يعني عكس الخطه اللي مشت عليها المباراه؟ انا كنت حاطط خطه براسي بس ما مشى الحال، وصعب كان غير الخطه الثانيه بالمباراه يعني ما قدرت، هو سيطر على المباراة بس إن شاء الله نعوض. وفي البطولات القادمة إن شاء الله مشارك في البطولة العاشرة؟ إيه مشارك إن شاء الله. مشاهدينا في ختام اليوم الأخير من منافسات بطولة الكويت التاسعة المفتوحة للتنس نكون قد وصلنا معاكم لنهاية رسالتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا إن شاء الله ومع السلامة.